واش الاخوان المهم من بعد ما من منين نزلنا من الطياره مع الخطوط العربيه ودوزنا الاجراءات ديالنا في المطار، دخلنا لا زون انترناسيونال، كاشينا لي باسبور ديالنا ودخلنا منين غادي نهزوا الباجاج ديالنا باش نخرجوا. ان فوا كتخرجوا من المطار ديال الصبيحه، على يديكم دليمن كتلقاو طاكسيات صفر. دوك الطاكسيات الصفر ما كنصحكمش بهم بتاتا، لان هادوك هما النصابه الكبار اللي معروفين هنا في اسطنبول، حيت يقدر يديك غير من المطار للتقسيم يديك بواحد 1200 ليره ولا حتى 1400 ليره، يعني من الاحسن تيفيتيهم عليكم. وكتخرجوا نيشان، ما تدورش على يديك دليمن، كتمشي نيشان حتى للراس ديال الشارع، كيبان لك تما كاينين واحد الكيران كيتسماو الهابابيوس، هادوك هما اللي كيديو التقسيم، هادوك هما اللي كيديو التقسيم بثمن 25 ليره باش جينا حتى التقسيم، يعني ثمن مناسب، لا مجال مقارنه بينه وبين الثمن ديال الطاكسي. الكار اللي وصلنا للتقسيم مع جوج الليل حطنا حدا لوطيلات. هنا الناس اللي ما كيعرفوش، اول حاجه غتجي لبالهم جاي جديد لتركيا هي ان غيدخل يريزيرفي في شي اوتيل من دوك لوطيلات اللي حطك حداهم الكار. هو الكار كيتعمد بالعاني ان يحطك في داك الشارع ديال لوطيلات باش تريزيرفي في واحد في هذوك، ودوك لوطيلات اللي كاينين تما كلهم غاليين، يعني تقدر ليله تكلفك 600 درهم او 700 درهم ليله وحده فيهم. كنصحكم انكم تيفيتيو عليكم داك لوطيلات. داكشي اللي درنا حنايا، نزلنا من الكار طلعنا للساحه ديال التقسيم، الشارع الرئيسي، كنقلبوا على المترو ولا على البوس. المترو كنقلبوا على المترو ولا على البوس اللي غادي يهزنا الاسينيورز. علاش اسينيورز بالضبط؟ حيت كاع لوطيلات اللي كاينين في التقسيم كما قلت لكم غاليين بزاف غاليين، وفي داك الليل غتريزيرفيهم غيحسبوا عليك شي ثمن خيالي. الصول الحل اللي قدامنا هو ان خصنا نطلعوا للاي سينيورز. اي سينيورز هذه بلاصه في اسطنبول، ولكن فيها اوتيلات بثمن مناسب، فيها سكن شبابي، فيها لي هوستل، فيها كل شيء متوفر في اي وقت. داك الشيء اللي درنا، مشينا للبوس، مي لقينا واحد الاشكال قدامنا، وهو ان البوس ما يمكنش تطلع فيه ولا في المترو بوس الا الا كانت عندك واحد لاكارت، وداك لاكارت خاصك تاكتيفيها بارسيت، وداك الاجراءات كيحتاجوا بزاف ديال الوقت. يعني الحل هو اننا نكريو طاكسي. لحسن الحظ كنا بخمسه بينا، شفنا طاكسي، كريناه، عطيناه واحد 140 ليره بخمسه بينا، وصلنا حتى الايسينيورت، يعني جاتنا واحد 28 ليره لواحد. وصلنا الايسينيورت، صونينا على الدري اللي كان شاف لينا السكن فين غادي نسكنو، خرج لي عندنا، تلاقيناه. خلاص بالنسبه للناس اللي غيسولوا كيفاش غادي نقدر نتواصل مع شي حد وانا ما عنديش كارت سيم ديال تركيا، وكذلك ما عنديش باش نصوني لحقاش لاكارت ما كتبقاش خدامه، لاكارت ديال المغرب. الحل هو انك تمشي لاقرب كافي تجلس فيها، تشد الويفي ديالها وتتواصل مع الشخص اللي انت داير معاه، غادي يوصلك للسكن ولا شي حاجه. المهم داكشي اللي درنا، جلسنا في قهوه، صونينا على الصديق، جا عندنا دانا السكن، وصلنا نيت في داك الليله، ارتاحينا، دوشنا، نعسنا، احنا فقنا هاد الصباح هذا نيت. المهم دابا غادي ندوزو النهار ديالنا الاول في اسطنبول، تخليوكم معنا تشوفوا كيفاش غادي ندوزو النهار.
هذا هو الشارع فين ساكنين، وهذا شارع نقي مليح بخير. كاين بيت هنا، كاين بيت هنا، كاين هنا دوش، دوش نقي زوين. خلاص هذا هو البيت، بيت فين كاينين هنا. وهذا ديالك فين طيب، طيب راسك فيها كل شيء. المهم هذا هو السكن اللي احنا ساكنين فيه، سكن نقي زوين. 400 ليرة الشهر، يعني هي 400 درهم الشهر كامل. خلاص فيه دوش، دوش الماء سخون 24 ساعة على 24 ساعة. فيه أباري واي فاي، واي فاي شي حاجة زوينة نقيقية. هادو هما المعلومات. بالنسبة لذاك الناس اللي سمعوا 400 درهم حسابهم ساكنين في الخلا، هادي هي الباب ديال الدار. خلاص من هنا وحنا هابطين، هذا هو الشارع اللي غنهبطوا منه. غير ما كاملاش 200 متر كنخرجوا للطريق الرئيسيه، الطريق الرئيسيه اللي كما تشاهدوا معايا هي هذه هنايا. هذه هي الطريق الرئيسيه، كاملاش 200 متر كنخرجوا للشارع العام. منطقه نقيه بزاف، وكرا فيها بهذا الثمن، يعني شي حاجه اللي ما غيطيح عليها غير اللي عارف قوالب تركيا. خلينا من دوك الناس اللي كيقولوا لك تركيا ديال 2 مليون 10 مليون وكدا وكدا وكدا. المهم ها انتم كما كتشوفوا، هنا على اليمين كاين المترو، كاين الميتروبوس، كاين الدرموش اللي كي معروف هنا في تركيا بحال النقل المزدوج. كاين الطاكسيات، في اي وقت تقدر تشد طاكسي تنقل لشي بلاصه في اسطنبول. يعني شارع فيه كل البنيه التحتيه كامله، وسائل النقل متوفره فيه كلها، اي وسيله نقل بغيتي تتحرك فيها تلقاها. وكما قلت لكم هي ما بعيداش على الدار اكثر من 200 متر. ها حنا المحلات ديال الماكله هما هادو، حتى هذا واحد محل ديال الماكله هنايا. خلاص نفرجكم على بعض الاثمنه ومكتوبين بالعربيه باش تستافدوا حتى نتوما. اللي منهم ها هي الشاورما 15 ليره، ساندويتش 7 ليره، هي 7 دراهم. وجبات شاورما 15 ليره، وجبة عائلية 35 ليرة عائلية، يعني بلا كامل كومبلي. ها الأثمنة حدا عينيكم باش متقولش كنكذب عليكم ولا شي حاجة. هادو محلات حدا الدار فين ساكنين. خلاص الموبلات هنايا، وهذا قهوة لا بغيتي تقهوة غير حداك ما غتباعدش، قريبة لحدا الدار. زيد عليها البارك الغادي اللي حنايا بارك. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يطيبوا راسهم، عزيز عليهم الطياب في الدار. ها انتم بحال دابا في ساكنين حنا، هو الجزار هو كاين هنا ما بعيدش علينا حتى ب 400 متر كامله. ها هو هذا الجزار، وكاين السوق غادي نديكم ليه، وغادي نفرجكم على الاثمنه، كل حاجه وثمنها. وشي اللي اثمنه هما الصراحه ما كيتخيلهمش الانسان سيرتو في تركيا. شي اثمنه خياليه، احسن من المغرب 1000 درجه. المهم كنحاول نقربكم من المعلومات اكثر واكثر باش تحيد ديك الفكره ديال لوك الناس اللي كيقول لك تقلبها سعايا في تركيا، ولا غادي تطلب سيدنا يردك للبلاد، ولا جاتهم 10000 درهم ما تكفيش. انا كنعطيكم العكس، داكشي ديال اللي كيقولوا.